في ثياب مزركشة مزينة بالحلي وعلى وقع موسيقى تراثية أقيم أول عرض أزياء للباس كردي تقليدي في مدينة القامشلي السورية. عرض للأزياء التقليدية نظمه حزب محلي بمناسبة يوم الزي الكردي في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا. عرض الأزياء هذا شارك فيه 15 شابة وسبعة شبان، انتهى بعرض لباس العروس التقليدي وهو عبارة عن ثوب أحمر مزين بالحلي الذهبية اللون. يتألف الزي الكردي الخاص بالنساء من قطعتين أو ثلاث، وهي عبارة عن ثوب فضفاض طويل بأكمام متدلية تسمى الكراس، وفوقه قطفان يضاف إليهما أحيانا سروال. أما زي الرجال فيبدو أكثر بساطة، هو عبارة عن سروال فضفاض عادة ما يكون غامق اللون وقميص من اللون ذاته يرتدي فوقه سترة من دون أكمام، كما يلف على رأسه شالا غالبا ما يكون مزينا بورود ملونة.